البداية الحقيقة النهاردة كلها بداية مفرحة وبداية فيها يعني جزء كبير من الخير اللي لما بيوصل لمستحقيه كلنا بنحس انه مرتاحين، كلنا بنحس انه الناس دي تستاهل انه نشعر بيهم واحتياجاتهم تلبى. بكلم حضراتكم عن اسبوع الخير اللي بيشتغل عليه التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، وموضوع بقى فيه كذا شق. شق طبي من قوافل طبية بتجوب محافظة بني سويف علشان توصل لأهالينا في كل مكان اللي مش واصلة لهم الخدمات الطبية اللي المفروض توصل لهم، وإحنا داخلين على المدارس توزيع لشنط المدارس علشان نفرح الطلبة اللي داخلين مدارسهم، وجواكت علشان الشتاء اللي داخل علينا يقدروا ينزلوا ويروحوا مدارسهم، كراتين مواد غذائية ولحوم في عز هذه الأزمة الاقتصادية. بالتأكيد أهالينا الأولى بالرعاية يستحقوا ده في محافظة بني سويف. والحقيقة دي مش أول محطة لقطار الخير، كان في كذا محطة في كذا محافظة قبل كده، لكن المرة دي المكان هو محافظة بني سويف في توزيع زي ما كنت بقول لحضراتكم للحوم وكراتين مواد غذائية وشنط مدرسية وجاكيت وحاجات كتير جدا الناس محتاجاها. وموضوع القوافل الطبية ده طبعا بتكون مهمة جدا بالنسبة للناس، حتى مسألة تنظيم الأسرة ووصول وسائل تنظيم الأسرة لكل مكان في كل قرية ونجع، ده شيء مهم جدا ان احنا نشعر بالناس دي وهم كمان يحسوا انه الناس يعني البلد حاسة بيهم، احتياجاتهم مسموعة. وده الحقيقة بنشوفه لانه كل ما التحالف الوطني بينزل مركز او بينزل محافظة بتلاقي الناس بعد كده منتظرة انه يوصل لهم، منتظرة انه حد يسمعهم، حاجاتهم تلبى. بيخلق في كل أزمة اقتصادية العالم كله بيعيشها وبتأثر علينا وأكثر المتأثرين هم أهالينا الأولى بالرعاية، بيخلق جواهم فرحة، فرحة كبيرة بنشوفها وبنحس بيها مع كل يعني أي عمل خيري بيتعمل، وخصوصا لما كمان الجهود تبقى متكاملة ومكثفة ده بيفرق، لأنه زمان كنا بنشوف مناطق بعينها بتوصل لها كل التبرعات ومناطق تانية محرومة بشكل كبير من كل شيء، لكن دلوقتي الموضوع بقى بشكل مؤسسي كبير جدا، كل مؤسسات العمل الخيري في مصر بتشتغل مع بعض علشان نشوف ما يحقق على الأرض من قبل التحالف الوطني. خلينا نعرف مع حضراتكم أكتر إيه اللي بيحصل في بني سويف. معانا على التليفون أستاذ محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأرمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. مساء الخير على حضرتك، ولو تطلعنا أكتر على الأجواء في بني سويف وماذا يقدم لأهالينا هناك. مساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. طبعا التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بيضم تحت منه حوالي 34 جمعيه ومؤسسه كبيره، تحت منهم تقريبا 25,000 مؤسسه وجمعيه قاعديه. احنا موزعين اكثر من 15,000 كرتونه ومواد غذائيه في المحطه الرقم 24 للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في محافظه بني سويف لاهالينا في شمال الصعيد. دي المحطة رقم 24 من خلال قوافل ستر وعافية. قوافل ستر وعافية القوافل المجمعة اللي بتضم كل الجمعيات والمؤسسات الفاعلة داخل جمهورية مصر العربية تحت راية واحدة وهي راية التحالف الوطني، اللي قدرنا من خلاله نوحد قاعدة البيانات وقدرنا نوصل للأسر الأكثر احتياجا في كل شبر في جمهورية مصر العربية. إن شاء الله مسمينه أسبوع الخير في بني سويف، لأن إحنا بس مش بنوزع مواد غذائية ولا لحوم ولا شنط مدرسه، احنا كمان بنعمل مشروعات للتمكين الاقتصادي. القوافل بتضم قوافل من طبيه للعيون وعمليات القلب والاجهزه التعويضيه، يعني القافله بتبقى شامله متكامله. انا عارفه انه كمان في شق اساسي لاهالينا من ذوي الهمم. بالظبط يا فندم، الكراسي المتحركه والاجهزه التعويضيه ومشروعات التمكين الاقتصادي. اللي بيخلينا نوصل لكل الفعاليات بهذا يعني هقول ايه؟ هقول بهذا الشمول والتشاركيه بين الجمعيات، ان احنا بنكمل بعض دلوقتي، بنكمل بعض ازاي؟ النهارده في مؤسسه بتشتغل طبي كويس، في مؤسسه بتشتغل تنموي كويس، في مؤسسه بتشتغل على عمليات القلب، في عمليات العيون، على الاجهزه التعويضيه، على توزيع المواد الغذائيه. فكل الجمعيات الموجوده بتكمل بعضيها. انا شايفه ده يا استاذ محمود من خلال متابعتي زي ما حضرتك بتقول انه كل جمعيه واخده تخصص ما وشغاله عليه، وده مساله مهمه جدا انه ما نبقاش بنوزع نفس الشيء في نفس المنطقه، لان ده كان بيحصل زمان وكلنا عارفين ده. بالظبط يا فندم، بالظبط كان فعلا بيتم. احنا على فكره
لما عملنا ميرج للقاعده بتاعت البيانات بتاعت الجمعيات، لقينا في حالات بتاخد من 6 و7 جمعيات، وفي ناس تانية ما بتعرفش توصل. ده ما عادش موجود دلوقتي خلاص، اللي بيستفيد مره في تاني بيستفيد غيره. طيب التوزيع الجغرافي كمان، احنا بقينا نقسم ما بيننا مين هينزل فين امتى، فده بيوسع القاعده في الاستفاده، وفي نفس الوقت بتوصلي للاسر الاكثر استحقاقا اللي ما كانش بيعرف يروح للجمعيات. صحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله موجودين دلوقتي على الارض في كل شبر في مصر، ويا رب بس مش اسبوع خير، يا رب شهر خير وسنه خير، ودايما ان شاء الله باذن الله مصر تكون في احسن حال وكل ايام تبقى خير ان شاء الله. استاذ محمود، كمان عايز اسالك عن عدد الشبان المتطوعين داخل الجمعيات، والحقيقه انه ده يعني موضوع انه ابقى بشتغل في عمل تطوعي، ده مش بس بيعود على المجتمع بالنفع، بيعود عليا انا شخصيا بنفع كبير جدا وبيفرق في حياتي. احكي لي اكتر عن الاجواء والشغل، وانا عارفه ان انتوا في ايام زي دي بتكونوا مضغوطين جدا وبتشتغلوا عدد ساعات كبيره جدا عشان تقدروا توصلوا لكل الناس. الحقيقه التحالف الوطني بكل مؤسساته تقريبا عنده 250 الف متطوع يعني فاعل. احنا ان شاء الله يعني بنوعدكم خلال الفتره الجايه ان نظهر عمل المتطوعين اكتر، لان فعلا ان عمل الاهلي والعمل المجتمعي لو ما كانش فيه متطوعين وناس بتشتغل من قلبها عمره ما هيوصل للمستحقين بجد. لا عندنا فعلا قاعده كبيره جدا من المتطوعين، عندنا جمعيات يعني كل شغلها وكل اعتمادها على المتطوعين، وده ظهر في كتف في كتف في الاستاد، كان كل دول متطوعين. في 60,000 في الاستاد او 70,000 كلهم متطوعين من كل محافظات مصر. عايز اقول ان شباب مصر بخير، وعايز برضو اشكر سياده الرئيس ان هو خصص عام 22 عمل المجتمع المدني، وده كانت انطلاقه للتحالف الوطني للعمليه التنموي، واللي خلانا قعدنا مع بعض ونشتغل مع بعض عشان نطلع شغل كويس ونطلع ونوصل لكل الناس المستحقين ونوصل لهم المساعدات اللي دايما بتطلع من المصريين للمصريين. أكثر شيء حضرتك حاسس إنه فرق في العمل بالشكل التكاملي التشاركي داخل التحالف الوطني بالنسبة لكم أنتوا كجمعيات وبالنسبة للناس؟ أنا عايز أقول مثلاً إحنا في جمعية الأورمان بنشتغل في محافظات مصر بالكامل، من مرسى مطروح لشمال سيناء لجنوب سيناء لأسوان. دلوقتي بنشتغل برضه في كل المحافظات، ولكن بننسق مع كل الجمعيات الموجوده داخل التحالف، لان اللي بيميز التحالف ان هو بيضم الجمعيات الكبيره في مصر اللي تقدر تجمع تبرعات كويسه. الجمعيات الكبيره دي تحت منها جمعيات قاعديه في جميع محافظات مصر. فخلاص احنا النهارده انا مثلا كأورمان او بنك الطعام او رساله او مصر الخير او اي جمعيه موجوده في التحالف بقينا بننسق على الارض مع بعض. ما ينفعش النهارده اوزع في مركز او في قريه الاقي مصر الخير في نفس القريه، لا تبقى في القريه اللي جنبي او في المركز اللي جنبي. النهارده وسعنا قاعده التوزيع وقاعده الاستفاده زادت كتير جدا جدا جدا، زائد ان كل الحالات المستحقه برضه بس كانت مكرره ما بين الجمعيات خلاص بقت تاخد من جمعيه واحده، دخلنا مكانها ناس جديده، وده طبعا يعني كان اكتر حاجه استفدنا بيها من التحالف، وهو التشاركيه في العمل والاستمراريه وتغطيه كل نقطه داخل جمهوريه مصر العربيه بكفاءه عاليه جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود فؤاد، نائب الرئيس جمعيه الاورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، وشكرا جزيلا لكل الشباب المتطوعين المشاركين في كل الجمعيات داخل التحالف. الحقيقه مجهود كبير وعمل شاق ليل مع نهار علشان نشوف اللي احنا بنشوفه ده، علشان نشوف قطار الخير بيجوب محافظات جمهوريه مصر العربيه وبتوصلوا لاهالينا جوه البيوت، وبتقولوا لهم ان احنا معاهم في اي ازمه بنعدي بيها احنا معاكم وجنبكم. وده مهم جدا ان الناس تحس ان البلد حاسه بيها، ان الناس تحس ان حاجاتها ملباه، حاجاتها الاجتماعيه والاقتصاديه والانسانيه والطبيه واي شيء يحتاجوه هيلاقوا الجمعيات الاهليه موجوده تلبي هذا النداء. فشكرا لكم جزيلا على كل هذا العمل، وشكرا لكم على كل المجهود التطوعي اللي بكل تأكيد هو بيعود بالخير عليكم وعلينا وعلى المجتمع ككل.